مقدمي علينا وترحيبا بموطنه الرشيد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. أعزائي المشاهدين، وعدناكم الحلقة الماضية عنا من عند مات صغير ينتج مشرقين قايسين زمن السويد. شاءت الأقدار عنا نطولوا مشرقين نتوغلوا قايسين لوشترمينته، وله القصد لأننا نتخطاو زمن السويد. والله القصد باطل، الواعدين احنا فيه قايسين لوشترمينته إياك نعطوا معلوماته، وقطفات عندها تاريخ عريق بالنسبة للذاكرة الشعبية اللي عندنا. لوشترمينته ذي القاعدة عند أكتافي، ذي اللي قاض عليها من شرق جليات، وذا اللي قاعد عليها من قبله ودي الغنم، وذا اللي قاعد عندها من شرق روس مغرغر القصار اللي قايسين تنوقنين التحتانيه. لو تريمينت فات عندها تاريخ وحضاره زمن الاستعمار الاسباني. ليه ندخلوها اعزائي المشاهدين نشوفوا ذا اللي فيها من النبات، ونتعرف على لو تريمينت هي شنهي، ونشوف ذا اللي خلى الاستعمار الاسباني ذاك الزمن مازال باقي شاهد عليها الى حد الساعه. ياك يعود حد بعد ينعتشي عنده شاهد يقد ينعر عنه والله يشفع له. ياك يعود ما يخطي شيء، يعود قابضه حد نظره ذيك هي ما هي صالحه. Thank you.
إذا قلنا قبيل أعزائي المشاهدين عنه يدخلوا اللوجة ونشوفوا ذا اللي فيها من النبات هو شنو، ومن نداب الصدفة الحمد لله عنا جينا لوجة الريميت وجبرنا ظلي في نقرها كامل أخضر، ذا الشطبانها ما فيهم شيء يا غار، هي ذا اللي في نقرها كامل أخضر وذا اللي فيها من شيء شفناه رأيناه مثل صدرايات واحدة تاطرارت وتزوك النيت وقيد النعام. وباش ما أعزائي المشاهدين تبقى لغبة في صدرات اللي ذكرنا، لأن حاولوا نعطيهم ياك عدو المشاهدين تعودوا تعرفوهم. هذا رايك اللي ذا هو، هذا هو رايك قيد النعام. وقيد النعام منشي تختاروا البلعن الربيع الثاني، هاي الصدرية الثانية رايك هي تاطرارت وتختيرها باليابسة عن تعود خضرة، لأن تعود خضرة لا تعظ منها يا غير من تجبرها يابسة خير فايدة وزين للبل وزين مرتع. الصدرية الثالثة رعاها هذه هي تزوكنيت، ولا خارق حد ما يعرف تزوكنيت. تزوكنيت هي اللي يا قباض الرجلي زمن الشتاء زمن البرد تطيب في اللبن تفيض ويكندر عليها الرجلي، وهي هي الغاية عند الرجلي زمن الشتاء. والبلم بلي توكلها ويوكلها الماعز. لوجة الريمينت كيف قلنا لأنها كانت صليتها معسكر زمن اسبانيا، لهن مش رايك نجباو البذة اللي خلات اسبانيا. ياك نعطي لك اعزائي المشاهد لان الشاهد اللي خالق في لوجة الريمينت، والله حد سولك عن لوجة الريمينت عاقب اذا كانت هي شن هي كانت مركز للقوات الاستعماريه لاسبانيا ذاك الزمن، وبقات مخلفاتها هون من حالتها كامله. هي كانت عايده مخزن، والله كانت قاعده بالدعم القوات لاسبانيا ذاك الزمن، وبقات مخلفاتها هون منها ارطالي الحوت وارطالي البن ولباش، وهذا كامل يدل على ان ذي اللوجه هي لوجه الريمينتا واللي عندها من الشاهد هاي الكبه اللي فارقه بها، وهي هي كانت مركز السلطات الاسبانية زمن الاستعمار. كيف قلنا أعزائي المشاهدين قبيل عن الشاهد الوحيد اللي عندنا هون في لوجة الريمينت هو ذا اللي قط فات عليها من تعاقب الزمن، وذا اللي خلى المستعمر الإسباني ذاك الزمن مقيم فيها هون. قلنا عنه خلى مخلفات من ضمنها لباش اللي كانت فيها المشروبات ذاك الزمن، والله أرطالي اللي كانوا عايشين بهم انصارة زمنهم هون في الصحراء. المشكلة اللي خلاه هون على خلاه كارثة طبيعية فيها مضرة لعدة مسائل. هذا الجاج اللي طلعوا فيه خلاو فيه مضرة بالنسبة للحيوان، مرق من كرعيه كيف البل كيف البل وكيف الغنم وكيف رواوض الوتات الحديد
ورواقي جنبلي منهم ماشي في ظلم حفيان يطمس والله قاع رابطن عالي وعيه مرق عليه من النعالة والله مرق من الصباط. هذا هو المشكل اللي خلاو انصار ذاك الزمن خلاه المستعمر الإسباني في لوجة الوتات، وهو هو الشاهد الوحيد اللي عندنا هون في لوجة الريمينتا. من هنا أعزائي المشاهدين لهنا انطلقوا مسوحدين، كيف نوعدوكم دائما عنا مزلنا لأماصين الرحلة، لهنا انطلقوا مسوحدين قايسين الجليات قالوا عنهم بحاسيهم، وندوروا نجبوا على الجليات نشوفوا حاسيهم هو شنو هو، كان فيهم والله ما هو فيه، وذا اللي قاعد فيه جليات هو شنو هو. إلى هنا أعزائي المشاهدين لهنا نودعكم على أمل لغيابكم فرصة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش، نشرت الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى في العناوين. صاحب الجلالة يضع بالدار البيضاء حجر الأساس لمركز سوسيو ثقافي للشباب وآخر للتكوين المهني في ميكانيك السيارات. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اليوم بالرباط بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري.
المكتب الوطني للسلامة الصحية يكثف من حملاته التحسيسية والتوعوية بأوساط تجار المواد الغذائية. وبالصويرة تزيد أعداد ممارسي رياضة ركوب الأمواج والألواح الطائرة هواة ومحترفين. أهلا بكم. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم على وضع الحجر الأساس لإنجاز مركز سوسيو ثقافي لتكوين وإدماج الشباب بحيث ديمومن ومركز للتكوين المهني في ميكانيك السيارات بحيث دعتمان. ويعكس هذان المشروعان اللذان تنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن العناية الملكية السامية بالشباب والحرص الدائم لجلالة الملك على تطوير مشاركتهم في دينامية التنمية المحلية وتأمين اندماجهم المهني والاقتصادي والاجتماعي على نحو أفضل. التفاصيل مع بعثة الأولى من الدار البيضاء. تحظى المشاريع الاجتماعية بالأولوية ضمن البرامج التي تنجز على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى لما لها من وقع مباشر على التنمية المحلية ومساهمتها في تحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بمرافق القرب والخدمات التي تقدمها للساكنة المستهدفة. وتجسد هذه المشاريع التي تنجز وفقا للآجال المحددة لها العناية الملكية الخاصة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة والعوز. حي سيدي مومن بعمالة مقاطعات سيدي البرنوسي من الأحياء السكنية الحديثة التي تعرف توسعا مضطردا في عدد الساكنة. وسيستفيد شباب الحي من مرافق مركز سوسيو ثقافي لتكوين وإدماج الشباب. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على وضع الحجر الأساس لبنائه. وسيساهم المركز في التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص المستفيدين، وذلك من خلال خلق أنشطة ثقافية واجتماعية تشجع على التحلي بروح المسؤولية والانخراط الطوعي للشباب في العمل الجمعوي على وجه الخصوص. وسيشتمل المركز الذي سيشيد على مساحة تبلغ 2750 متر مربع على مجموعة من الورشات كإصلاح الآلات المنزلية والمعلوميات والمكتبيات والرسم والفنون التشكيلية وقاعات للموسيقى وتعليم اللغات الأجنبية والدعم المدرسي وقاعة متعددة التخصصات وفضاء جمعوي ومكتبة وسائطية. وسيتطلب إنجاز هذا المركز ميزانية تقدر بستة ملايين درهم ممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمليوني درهم ومجموعة العمران بأربعة ملايين درهم. وسيعهد بتسيير إلى جمعية محلية بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي سيتكفل بالتأطير البيداغوجي. وبهذه المناسبة سلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله معدات وتجهيزات هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن بقيمة 3 ملايين درهم لعدد من الجمعيات التي تنشط على مستوى الدار البيضاء الكبرى، وكذلك لمجموعة من خريجي معاهد التكوين المهني. وتستجيب هذه المبادرة لإرادة مؤسسة محمد الخامس للتضامن في العمل على جميع الواجهات من أجل دعم مشاريع اندماج الشباب مهنيا واجتماعيا، لا سيما أولئك الذين استفادوا من تكوين المؤهل والراغبين في القيام بأعمال شخصية تتيح لهم الاندماج في الحياة العملية. مبادرة ملكية كريمة تعكس حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تهيئ الأرضية المواتية وتشجيع الكفاءات والطاقات الشابة والمبادرات الخاصة على ولوج سوق الشغل والاندماج السوسيو مهني وتشجيع التشغيل الذاتي في صفوف الشباب، وذلك من خلال إحداث أنشطة مدرة للدخل ومقاولات صغرى جدا من شأنها ضمان دخل قار وتحسين ظروف عيشهم. ويشكل هذا الدعم استمرارية للجهود التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الشباب بمدينة الدار البيضاء بغرض تعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في التنمية المحلية وإدماجهم مهنيا واجتماعيا. هبة تأتي في إطار السعي الحثيث لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لترسيخ قيم التضامن وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل بإتاحة الفرصة للشباب والنساء كذلك على إنشاء مقاولات خاصة بهم بغية تحسين دخلهم. وتتوزع الأنشطة الاقتصادية التي استفادت من الدعم على قطاعات الصناعة التقليدية وصناعة الأحذية وإعداد الحلويات والحلاقة والتجميل والتجارة والتسويق، إضافة
إلى دعم متدربي معاهد التكوين المهني حديثي التخرج. وإلى جانب المركز السوسيو ثقافي لتكوين